الشيء الخطير أن الإمام يقول بعض الشيعة يستأكلون من الناس. الاستئكال صيغة استفعال فيه معنى الطلب، يعني يطلب الأكل باسمنا، يعني يطلب التمكين ويتصرف تصرفات تفني السمعة وتفني الحب. هسه إما يطلب جاها أو يطلب سلطة أو يطلب مالا أو يطلب شهرة، ذول الذين يستأكلون بهم مصيرهم شنو؟ الافتقار. من الأشياء التي ينبغي أن يلتفت إليها الخادم أن لا يبتكر في مقابل إمامه، لا يخترع أساليب لا يرتضيها إمامه، لا يطلق تسميات وعناوين بظنونه باستحساناته. إذا صار الإنسان هو يخترع أساليب ما عنده ضمان برضا إمامه فيه، هذا صار خادم لو صار سيد. إنسان المؤمن يجب أن يتفقه في دينه حتى يعرف ما يصح مما لا يصح. هذا اللي يريد يحسن صنع يسيء لعدم تفقهه، لعدم استرشاده بقول الفقيه الجامع للشرائط، فيطلق في العزاء أسماء وعناوين أو يتصرف بعض التصرفات من اجتهاداته من مزاجه، ما عنده ضمان شرعي بأنها مقبولة وصحيحة. القضية يا خدام الحسين ليست من طرف واحد، هي من طرفين، لابد وأن تكون الخدمة التي تقدمها تطمئن بأنها مرضية عند مولاها.